بعد الزيادة في البوتاغاز، أخ النوش أريد أن يتذكر المغاربة هذه الحكومة بالخير. استدعاء عبد اللطيف وهبي للبرلمان لإزالة اللبس عن قضية فرض الإدلاء بعقد الزواج للمبيت في الفنادق. سخرية عارمة من وسائل إعلام إيرانية نشرت لايف من الجنة لاستقبال الهالك رئيسي. مليار سنتيم في ذمة الوزير عبد اللطيف وهبي. سعد المجرد يغازل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. يوسف بوغانم يهزم الجزائرية سعد تويجر بالضربة القاضية. بعد الجدل حول ملامحها، ياسمين صبري تكشف الحقيقة للجمهور. رحيمي يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. كنتمنى من كل واحد اللي كيشوف هذه القناة أنكم ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، وأيضا تبارطاجوا هذا الفيديو لأن القناة ديالنا كتعرض لسينيالات كثيرة من طرف بعض أعداء النجاح. فلهذا كنتمنى من كل واحد اللي كيشوفنا وعنده هذه القناة عزيزة وعنده أنا كشخص عزيز، فكنتمنى أنكم تفعلوا مع القناة ديالنا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد، وكذلك دعمونا بالضغط على اللايكات وخليوا تعليقات بكثرة في هذا الفيديو باش الفيديو يطلع ويحقق إنجاز إن شاء الله. بلا ما نطول لكم، كنبداو الحلقة ديالنا دائما بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دافع عزيز أخ النوش رئيس الحكومة في المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين عن حصيلة حكومته التي قال أنها قامت في سنتين ونصف ما لم تستطع حكومات سابقة في ولايتها الكاملة أن تقوم به من خلال فتح العديد من الأوراش أبرزها الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية لجميع الشرائح ودعم السكن وتجاوز الأزمات المائية وتدبير تداعيات زلزال الحوز والحوار الاجتماعي الذي حقق مكاسب للشغيلة. وقال عزيز أخ النوش حين الحديث عن الحكومة وحصيلتها المرحلية لابد من الحديث عن الأوراش والبرامج الملكية الكبيرة التي لنا شرف تنزيلها على أرض الواقع. وأكد بعد النتائج الانتخابية فهمنا أن المغاربة يريدون تحالفات واضحة، حكومة ملتزمة تحقق إنجازات ملموسة. وتابع قائلا عندما تقلت مسؤولية القيادة كانت البلاد مازالت تعاني من آثار وباء كوفيد، كما كانت هناك تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة الجفاف التي نواجهها منذ 3 سنوات. واسترسل رئيس الحكومة في تلك الفترة كان الحوار الاجتماعي متوقفا، وعلى العموم كان الجميع غير راض. من جهتنا يقول أخ النوش تحملنا المسؤولية وقلنا أن هناك رهانان كبيران ومهمان يجب الانكباب عليهما. الأول هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تكريس أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها جلالة الملك نصره الله وفي الوقت المحدد لها. وصف أخ النوش حصيلة الحكومة بأنها حصيلة للتاريخ، وقال في هذا الصدد تابعتم معنا الحصيلة التي قدمت في البرلمان، هي حصيلة للتاريخ لأنها حصيلة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات الحكومية. ما قمنا به في 2.5 عامين لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة. فما رأيكم بكلام عزيز أخ النوش؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف. طلب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بضرورة حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته تصريحاته حول عدم قانونية فرض الإدلاء بعقد الزواج قبل دخول الفنادق المغربية. المراسلة التي أصدرها عزيز مكنيف رئيس اللجنة تنص على ضرورة حضور الوزير للاجتماع سيخصص لمناقشة إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، وخاصة مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج. وأشارت المراسلة إلى أن الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 من مايو 2024 في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية. وكان عبد اللطيف وهبي قد انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين مثل طلب عقد الزواج في الفنادق. وقال عبد اللطيف وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تيسولك في الأوتيل واش مزوج ولا لا ويطلبون عقد الزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة.
سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشر وسائل إعلام إيرانية صورة لما وصفوه باستقبال رسمي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه داخل الجنة بعدما لقوا مصرعهم في تحطيم طائرة مروحية. وعلق مغرد قائلا: لا يا شيخ، ضامن الجنة ولا إيش؟ وتابع مغرد آخر: لي في لايف من الجنة، أرسل لنا الرابط نشوف الاستقبال. وأضاف مغرد آخر: شر البلية ما يضحك. الجدير بالذكر، فقد لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه مصرعهم في حادث تحطم مروحية في أذربيجان. ومعلوم أن الشيعة يشخصون الأنبياء والصحابة في صور ويعتقدون بضلالة أنهم أجدر للجنة، رغم زغيهم الكبير عن الدين الإسلامي ومغالاتهم في حب آل البيت. تعهد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة العدل على اعتبار أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية مشكلة عويصة ليس بإمكان الوزارة وحدها حلها، لكن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإسهام في إيجاد حل لهذه المعضلة، ومن بينها تسريع تنفيذ الأحكام ضدها. وأكد الوزير أنه يشرف بشكل شخصي على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل، مشيرا إلى أن الوزارة ستؤدي 10 ملايين درهم لتنفيذ تلك الأحكام هذه السنة مقابل 4 ملايين درهم العام الماضي في 17 قضية وحكم. وأضاف في جوابه عن سؤال بهذا الخصوص في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الإشكال الكبير بما يخص ضعف تنفيذ الأحكام القضائية ومناقشة الجهة المختصة لتدبير هذا الملف، هل هي وزارة العدل أم السلطة القضائية؟ أبدى الفنان المغربي سعد المجرد إعجابه بإطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أثناء حضورها فعاليات ميراجان كان السينمائية. وعلق الفنان المغربي سعد المجرد خلال مشاركته لصورة هيفاء وهبي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام قائلا: تبدو مذهلة، هذا الشيء مش جديد عليك حبيبتي هيفاء. يشار إلى أن اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصدر الترند العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بشكل مختلف. وانتشرت صورة للفنانة هيفاء وهبي أثناء حضورها فعاليات ميراجان كان السينمائية، حيث ظهرت عليها علامات التقدم في السن والتجاعيد حول عينيها، وهو ما استغربه عدد من نشطاء السوشيال ميديا. فاز البطل المغربي يوسف بوغانم على نظيره الجزائري سعد تويجر بالضربة القاضية مساء يوم السبت ضمن منافسات النسخة 83 لبطولة براز اس في لفنون القتال المختلطة للمحترفين في مدينة ألكمار الهولندية. وقد فاز المقاتل المغربي يوسف بوغانم على المقاتل الهولندي سعد تويجر في نزال فئة الوزن الخفيف بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال. خلال الساعات الماضية الأخيرة وجدت ياسمين صبري نفسها ترند في السوشيال ميديا في عدة دول عربية بسبب صورها قبل وبعد الفوتوشوب، إذ اعتبر عدد كبير من الرواد أن ياسمين تورطت ورطة فاضحة بعد تعديل صورها التي توثق فيها إطلالاتها في مهرجان كان السينمائي. ولكن كانت الصدمة بطريقة رد النجمة المصرية على صورها المتداولة. ياسمين صبري قبل وبعد الفوتوشوب. نشر العديد من المتابعين صورا للممثلة ياسمين صبري من دون فلاتر أو فوتوشوب في حفل أنفار غالا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائية، وارتدت الفنانة فستانا لامعا من دون أكمام من تصميم المصمم اللبناني جان بيار خوري، وعلقوا على شكلها قبل التعديل وبعدها، وتداولوا صورة قريبة لوجه ياسمين حيث ظهرت فيها بملامح كبيرة ووجه مليء بالتجاعيد. وسخر العديد من الرواد من تعديل ياسمين صبري على صورها، والبعض اتهمها بأنها لا تثق بنفسها أو بجمالها لذلك تقوم بتعديل صورها، لا سيما أن هذه المرة ليست الأولى التي تتهم فيها ياسمين بتعديل صورها بالفوتوشوب أو بالفلاتر. وهناك قسم قليل دافع عن النجمة وأكد أنها حرة باستعمال التطبيقات المحسنة للصور، وأشار إلى أنها ليست الوحيدة التي تقوم بهذا الفعل. في ذات السياق ردت ياسمين صبري على الاتهامات بطريقة صادمة وغريبة
غريبة إذ نشرت صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الإنستغرام، بالإضافة إلى مقطع فيديو لها من الجهات الذاتية لصورتها المتداولة المثيرة للجدل لتؤكد عدم التعديل على إطلالتها. فدفعنا متابعون وأشادوا بجمالها الطبيعي وأشاروا إلى أن صورتها التي أثارت الانتقاد خضعت للتعديلات والتشويه وليست حقيقية. وكانت ياسمين صبري قد ظهرت في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي في سهرة دار المجوهرات تشوبارد التي أقيمت على هامش فعالياته، وأطلت بثوب من لمسة المصمم جان بايار خوري الذي يشرف على غالبية إطلالاتها في الفترة الأخيرة. رد سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي على الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل. وتعلق رحيمي مع العين وقاد الفريق الإماراتي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 21 عاما، مما جذب إليه أنظار عمالقة السعودية حسب التقارير الصحفية. وسجل رحيمي هدفين في فوز العين 5-1 على بوكاهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي البطولة، علما بأن الزعيم الإماراتي توج بنتيجة إجمالية 6-3 لسابق خسارته 2-1 في الذهاب. واستحوذ رحيمي على الأضواء بعدما سجل 13 هدفا في البطولة، أكثر بفارق 5 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر، كما أنه حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا. وسئل صاحب 27 عاما عن إمكانية انتقاله للدوري السعودي في ظل الدعم الذي يلقاه من الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد الهداف المغربي في تصريحات لقناة SSC الجماهير السعودية على رأسي وعيني، أشكر جماهير الهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي على هذا الدعم. وأضاف قائلا، لكن أنا مرتبط بعقدي مع العين وأحترم تعاقدي مع هذا النادي. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.